بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. ويرافقني بهذه الجولة الإعلامي وأيضا مختص في شؤون الشرق الأوسط علي واكد. أهلا ومرحبا بك. وهذه العناوين التي اخترناها لكم من الصحف الإسرائيلية. صحيفة إسرائيل اليوم: المبادرة الإسرائيلية التي ستعزز العقوبات على إيران. ومن صحيفة معاريف: أردان، السلطة الفلسطينية تتعاون مع منظمة البي دي إس. ومن الصحف الفلسطينية أيضا صحيفة الحياة الجديدة: استشاري فتح يدعو حركة حماس إلى التطبيق السريع لاتفاق 2017. ومن الصحف العربية: الرأي الكويتية، الغضب الكويتي يتصدى لسارة دندراوي. ومن الصحف العالمية: صحيفة بوستون هيرالد، ترامب ذهب بعيدا وساعد على إعادة توحيد الديمقراطيين المنقسمين. إذن نبدأ هذه الجولة مع الصحف الإسرائيلية علي، والعنوان الأول على صحيفة إسرائيل هيوم: المبادرة الإسرائيلية التي ستعزز العقوبات على إيران. وأيضا العنوان الثاني على صحيفة معريف: اليوم لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول البرنامج النووي الإيراني. كيف نقرأ هذا العنوان؟ نعم، نبدأ من العنوان الثاني. الاتحاد الأوروبي يريد إنقاذ الاتفاق النووي لأنه يخشى من أن انهيار الاتفاق النووي سيؤدي إلى تصعيد عسكري لا تريده أوروبا، لاسيما أن لأوروبا مصالح تجارية واقتصادية كبيرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن بين الآليات التي سيتم بحثها في هذا الاجتماع فرض آلية أو إيجاد آلية التي كانت قد أقرت في مؤسسات الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وهذا هو موضوع موقف ثلاث دول، يعني بريطانيا، ألمانيا وفرنسا. نعم، من احترام الاتفاق النووي. صحيح، وهذا هو موضوع المبادرة الموجودة في العنوان الأول: مبادرة من إسرائيل لتعزيز العقوبات ضد إيران. وهي تهدف لحث إسرائيليين أصيبوا في عمليات تقول إسرائيل والولايات المتحدة أنه تم تمويل هذه العمليات من قبل إيران، أن يتم مقاضاة إيران وأن يتم جباية هذه التعويضات لمتضرري هذه العمليات من الأموال التي ستقوم الاتحاد الأوروبي بتحويلها لإيران مقابل شراء النفط وما إلى ذلك. أكثر على أوروبا يعني في الهدف المسيح. هو الضغط بالدرجة الأولى على إيران وتعقيد إمكانية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإنشاء هذه الآلية الالتفافية. نبقى في أوروبا وننتقل إلى عنوان آخر في صحيفة دوت: أحرنت عاصفة اللوبي اليهودي. ونتحدث عن يعني عمليات الضغط على ألمانيا وأيضا تغيير سياساتها تجاه إسرائيل. نعم، رأينا في الآونة الأخيرة أن ألمانيا تسير باتجاه حظر البي دي إس وما إلى ذلك، ولكن صحيفة دير شبيغل إحدى الصحف الأكثر أهمية وجدية في ألمانيا نشرت تحقيقا أثار ضجة لدى المنظمات اليهودية. الصحيفة وصلت إلى الاستخلاص أن هناك لوبي يهودي يعمل في ألمانيا هدفه التأثير على متخذي القرارات الألمان فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط وفي الصراع الفلسطيني إسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي. وتقول الصحيفة وفقا لتحقيقها أن هذا اللوبي يقف خلف الكثير من القرارات الألمانية المؤيدة لإسرائيل والغير داعمة للفلسطينيين. الجمعيات اليهودية تقول أن هذا نوع جديد من اللاسمية، الحديث عن لوبي سري يهودي وعن أموال يهودية تؤثر على اتخاذ القرار الألماني وعلى متخذي القرار. نعم، الألماني. إذا ما ذكرت علي البي دي إس، ننتقل إلى العنوان الآخر على صحيفة معريف: أردان، السلطة الفلسطينية تتعاون مع البي دي إس. هذا هو العنوان، وهو يتحدث في جلسة الحكومة أيضا عن التنظيم وأيضا محاولة التأثير على برنامج الأرفيزيون الذي أقيم في إسرائيل. يعني أنا لا أفهم هذا العنوان. ليس سرا أن هناك جهات فلسطينية رسمية تتفهم وتؤيد وتتعاون وتعزز نشاط البي دي اس على اعتبار انها حركه يعني حركه مقاطعه لاسرائيل لا تؤمن بالوسائل العنيفه. يذكر هنا اردان ان السلطه الفلسطينيه حاولت منع اقامه الايروفيزيون مهرجان الاغنيه الاوروبيه في القدس وبشكل عام في اسرائيل، ويعيد ويكرر ان جهاز التعليم الفلسطيني المنهاج التعليم الفلسطيني يتضمن على مواد سماها محرضة ضد دولة إسرائيل. ما الجديد بهذا؟ أنا لا أدري سوى رغبة الوزير إردان
المسؤول عن محاربة البي دي اس أن يجني عدة نقاط سياسية لصالحه وكأنه رأس الحرب الإسرائيلية في مواجهة حملة المقاطعة. نعم، ندخل الآن إلى صحيفة إسرائيل هيوم. نشطاء إرهاب حاولوا الحصول على معلومات سرية من جنود، ونتحدثون عن جنود في الجيش الإسرائيلي، هل فعلا يعني كانت هناك محاولة اختراق حسب هذا العنوان؟ نعم، الأنباء التي نعرفها هو أن إسرائيل تشك بأن عناصر من حركة حماس اخترقوا الأجهزة النقالة، الأجهزة الخلوية لجنود إسرائيليين وتحديدا في وحدة النخبة جولاني، وقاموا بإرسال رسائل باللغة العبرية يسألونهم وكأنهم زملاء جنود لهم، يسألونهم عن توقيت القيام بالعملية وفي أي مكان سيكون العملية. وتقول المؤسسة العسكرية أن هذه كانت محاولة اختراق لجمع معلومات من قبل حماس من الجنود الإسرائيليين المشاركين في هذه العمليات. نعم، ندخل إلى صحيفة إدعوت أحرونوت، تجار بلا حدود هذا هو العنوان. نتحدث هنا عن إدخال البضائع وأيضا تغييرات. علي، يعني كيف نقرأ هذا العنوان؟ تجار بلا حدود، كأطباء بلا حدود، كصحفيين بلا حدود، تريد الصحيفة وتريد المؤسسة الإسرائيلية أن تقول أنها بدأت تجربة للتسهيل على تجار فلسطينيين أن يقوموا ببيع بضائعهم في الأسواق الإسرائيلية، شريطة أن يعني تتوفر بهم عدة شروط أمنية. أولها الأمنية بطبيعة الحال، وإن تمت هذه الشروط الأمنية فإن الطريق سهل من مصنع هؤلاء التجار مرورا بالحواجز ووصولا إلى الأسواق الإسرائيلية. الحديث يدور عن أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية. تحدثون هنا عن 7,000 شاحنة محملة ببضائع فلسطينية تم إدخالها إلى الأسواق الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين. هناك من يتحدث عليا عن أن الاستقرار الاقتصادي قد يجلب الاستقرار الأمني والسياسي، وتحديدا في مثل هذه المسائل. هذا ما يخشى به الجانب الإسرائيلي، أن تراجع الوضع السياسي وخاصة الوضع الاقتصادي سيترجم إلى تصعيد أمنيا لا أحد يرغب به في مناطق الضفة الغربية. اللافت أن السلطة الفلسطينية تنشط في الأسابيع الأخيرة على فك الارتباط الاقتصادي الوطيد بينها وبين إسرائيل، ولكن على ما يبدو إسرائيل لديها خطط أخرى وأفكار أخرى لتشجع وتحفز التجار الفلسطينيين على بيع واستيراد البضائع من إسرائيل. نعم، ندخل الآن إلى صحيفتها آرتس. بضغط من المحكمة، بلدية العفولة تتراجع، الحديقة العامة ستكون متاحة للجميع. طبعا هذا يأتي بعد قرار المحكمة الأخير بفتح البارك في العفولة أو المنتزه للجميع. بلدية العفولة بلدية في شمال إسرائيل قررت أنها لا تحبذ مشاهدة آلاف العرب الذين يتوافدون على المنتزه العام في البلدة، وقررت يعني اتخاذ قرارا في بلديتها ينص على أن المنتزه العام التابع للبلدية يستطيع أن يزوره فقط من هو يعيش ومن هو يسكن في المدينة. وهذه كانت الطريقة لتقول لا نريد العرب من القرى المجاورة. اللافت أن قبل أن ندخل في قرار المحكمة الذي بطبيعة الحال رفض هذا الإجراء من البلدية على اعتباره عنصري ومناف للقانون، وأمر البلدية بفتح المنتزه العام لجميع المواطنين دون استثناء وبدون شرط أن يكونوا يسكنون في المدينة، اللافت أن للمرة الأولى ربما كانت هناك نوع من التنظيم على الأقل على شبكة الإنترنت لمواطنين عرب يقولوا مثل ما يريدون مقاطعتنا وعدم السماح لنا بدخول المتنزه، نحن لن ندخل حوانيتهم ومحلاتهم التجارية ولن نقوم بشراء حاجياتنا من المحال التجارية في البلدة. نعم، ندخل الآن إلى صحيفة هآرتس أيضا في الفيلم الأكثر تكلفة في تاريخ مصر، إسرائيل هي عدو بلا رحمة. نتحدثون طبعا عن الفيلم المصري. فيلم الممر هو فيلم يحاول أن يطرح زاوية أخرى لنكسة العرب والمصريين على رأسهم في حرب عام 67، والإشادة ببطولات قام بها الجنود المصريين خلال هذه الحرب التي نعرف كيف انتهت باحتلال إسرائيل لمناطق في الدول العربية، من الأردن أخذت الضفة الغربية، من سوريا أخذت الجولان، من مصر أخذت سيناء. والممر يعني يطرح الإسرائيلي وكأنه من
ألد الخصوم والأعداء لإسرائيل. بهذه الفترة بالذات عليا. بهذه الفترة لأن نظام السيسي يريد أن يظهر الجوانب الإيجابية في مختلف أنحاء الحياة في مصر، وأيضا تجميل ما يوصف بخسائر وهزائم للمصريين. هذا من ناحية إسرائيل، يؤكد أنه رغم التقارب الكبير مع مصر إلا أن هناك نخب في الشارع المصري لا زالت ترى بإسرائيل أنها دولة. أيضا يعني خلال برامجنا أيضا الرياضية عن تدخل السيسي وأيضا نظام السيسي في بطولات إفريقيا. نعم. وأيضا في المنتخب، ونشاهد الآن أيضا على مستوى الفن. ندخل الآن إلى الصحف الفلسطينية، صحيفة الحياة الجديدة. استشاري فتح يده حركة حماس إلى التطبيق السريع لاتفاق 2017. المجلس الاستشاري لحركة فتح هو مكون من قدامه ومن مؤسسي حركة فتح، يجتمع بموازاة، هو قائم بموازاة اللجنة المركزية. يدعو حركة حماس للتجاوب مع الجهود المصرية لإحلال المصالحة، استنادا إلى اتفاق عام 2017 الذي نصته المخابرات المصرية. أنا لدي بشرى غير سارة لهؤلاء الذين يتمنون المصالحة. هناك لا توجد أي نية لدى الحركتين بإبرام المصالحة. بعد كل شيء أدهم، حركة حماس تفكر حاليا بتثبيت وضعها في قطاع غزة مع كل المشاريع التي تأمل أن تسمح بها التهدئة والوسطات المصرية والقطرية والأممية. نعم، إذن من الملف طبعا المصالحة إلى ملف آخر على صحيفة الأيام. الفصائل تنتظر ردا إسرائيليا على رسالة حملتها للوفد المصري حول الالتزام بالتهدئة. نعم، الوفد المصري يتحول ويتجول في جولات مكوكية بين كل من قطاع غزة والقدس والسلطة الفلسطينية ورام الله بهدف التوصل إلى تهدئة بين فصائل قطاع غزة وبين الحكومة الإسرائيلية. حتى الآن يعني الجهود مستمرة، تم ضبط النفس رغم ما حصل في نهاية الأسبوع من مقتل ناشط بارز ميداني لحركة حماس في قطاع غزة وإطلاق الفصائل الفلسطينية لقذيفتين داخل الأراضي الإسرائيلية. لم يتطور الأمر إلى تصعيد ميداني بفضل الجهود المصرية، ولكن المعادلة هل الآن من نقاط التفاهم هي إدخال أيضا عمال من قطاع غزة إلى إسرائيل؟ يعني الجانب الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس لا تريد المعادلة التي ترغب بها إسرائيل، تهدئة مقابل تهدئة. هي تريد تهدئة مقابل تخفيف للحصار من مشاريع وإعادة بناء وربما الحديث عن ميناء وتسهيل دخول العمال إلى قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تريد تغييرا جوهريا في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. ندخل الآن إلى الصحف العربية، صحيفة الرأي. الغضب الكويتي يتصدى لسارة دندراوي. نعم، وهذا ليس العنوان الوحيد في الصحف الكويتية بالمناسبة أدهم في هذا الملف. هناك ننتقل طبعا إلى العنوان الثاني على صحيفة السياسة، الكويت ننأى بالنفس عن الخلاف في الخليجي. وأيضا العنوان الثالث العربية، مغردون محسوبون على دولة خليجية، سلطوا سلاح تويتر للهجوم علينا. في برنامج لقناة العربية كان الحديث يدور عن الأزمة الخليجية، والمذيعة المقدمة سارة دندراوي تهكمت على الكويت وقالت أنتم منافقون لأنكم تحاولون الوسط رغم أنكم تعرفون من هو الطرف المخطئ في هذه الأزمة. التهكم على الكويت أثار غضب الكويتيين الذين شنوا هجوما، البعض وصل حتى إلى حد طلب إغلاق مكاتب العربية في الكويت رفضا لهذا الإجراء لهذه التفوهات من المذيعة السعودية. يعني تقول الحكومة الكويتية أنها تنأى بنفسها عن الصراعات الخليجية وتحاول التوفيق بين الفرقاء الخليجيين، حتى وصل الأمر بقناة العربية لتقول أن من يحاول تغذية هذا التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي هم مغردون ينتمون لقطر بهدف ضق الإسفين بين كل من الكويت والمملكة السعودية. نعم، ندخل إلى عنوان آخر على صحيفة أيضا الرأي، فيتو نيابي ضد 5000 مصري للعمل في الكويت شهريا. على خلفية اقتصادية الكويت تحاول تأميم
تحاول تشغيل أكثر كويتيين على حساب الوافدين العرب والأجانب. 5000 مصري للعمل في الكويت شهريا، الكويت تقول لا، ولكن هذا يأتي على خلفية ما يعرف بخلية الإخوان المسلمين المصرية التي قالت الداخلية الكويتية أنها اكتشفتها في الكويت وكانت تخطط وخططت لعمليات ضد الدولة المصرية في ملف مقتل النائب العام المصري وفي هجوم العريش ضد الجيش المصري. هناك حالة في الكويت تحاول الحفاظ على النسيج الكويتي الداخلي على الاقتصاد، بالإضافة إلى قضية خلية الإخوان التي تزعم الكويت أنها اكتشفتها. نعم. صحيفة أخبار الخليج عنوان باحثة أمريكية تطالب ترامب بوقف دعم قطر للإرهاب. طبعا يأتي هذا بعد الزيارة الأخيرة التي كانت لسمو الأمير القطري إلى الولايات المتحدة. وإذا ما سمحت لي أدهم، في إطار نفس هذه الأزمة الخليجية نرى عنوان في صحيفة الشرق القطرية يقول مخافي أعظم يكشف مخطط صناعة الإرهاب في البحرين. مخافي أعظم هو برنامج من برامج قناة الجزيرة، ومن بين ما وصل إليه تحقيق هذا البرنامج أن مسؤولين بحرينيين متورطين بعمليات اغتيال تم تجنيد نشطاء من القاعدة للقيام بهذه الاغتيالات، اغتيالات لمعارضين بحرينيين. سواء العنوان في أخبار الخليج البحرينية عن أن باحث أمريكية تطالب ترامب بوقف دعم قطر للإرهاب وأن أعلى القيادات القطرية متورطة في تمويل الإرهاب، يأتي الرد القطري على شكل هذا البرنامج في قناة الجزيرة لتأجيج الأزمة الخليجية ولنتأكد أن حتى الآن لا بوادر لأي انفراج في هذه الأزمة. نعم، ندخل إلى صحيفة الرياضة السعودية. دعم السعودية الإماراتي للسودان يتواصل. نعم، في محاولة كما يقول الإعلام السعودي لإنقاذ موسم الزراعة في السودان، أرسلت كل من السعودية والإمارات مساعدات، ونحن نعرف أن المساعدات الأساسية التي تقدمها السعودية والإمارات للسعودية هي بدرجة الأولى دعم سياسي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان للحفاظ على حكمه، وهو في خضم المفاوضات القاسية والضارية التي تدور بينه وبين قوى الحرية والتغيير المعارضة. نعم، ندخل الآن إلى الصحف العالمية. صحيفة بوستون هيرالد، نواب يوبخون عنصرية الرئيس في تغريداته. استمرار التغريدات العنصرية لترامب، وهذه المرة نواب أيضا في البرلمان. الحادثة هي كالتالي، هناك نقاش على آلية عمل كتلة الحزب الديمقراطي داخل مجلس النواب. هناك من تعرف بأعضاء الوحدة، وهي أول امرأة مسلمة إلهان عمر الصومالية، وهي رشيدة طليب الفلسطينية، ومعها نائبة سمراء ونائبة مهاجرة من بورتوريكو. هؤلاء الأربع نساء النواب عن الحزب الديمقراطي يعرفون بلقب الوحدة لأنهم متكاتفون ودائما يعني يعارضون سياسات الرئيس، ولكن يعارضون أيضا توجهات قادة الديمقراطيين في مجلس النواب. تدخل ترامب لصالح رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي كانت في اشتباك سياسي وكلامي مع هذه المجموعة، وقال أن على هؤلاء الأربعة بدلا من إعطاء النصائح لنانسي بيلوسي كيف تدير كتلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس، ليذهبوا ويديروا مصائب بلادهم، بمعنى أن في الصومال هناك مصائب ولاد الفلسطينيين مصائب وفي بورتوريكو مصائب، لترد عليه الأربعة بأنك عنصريا. حتى أن بيلوسي نفسها التي كانت هدف الهجوم من قبل هؤلاء النائبات الديمقراطيات وبخت ما وصفته يعني أيضا علي، يعني في كل أسبوع نستمر لتغريدات. نعم، وهذا هو العنوان رابينو في الأسبوع الأخير أيضا لاعبة المنتخب لكرة القدم، والآن أيضا نواف في داخل يعني انظر لهذا العنوان الآخر، ترامب went too far، ترامب ذهب بعيدا ووحد الديمقراطيين المنقسمين. هم يفكرون أن ترامب يهوى هذه أو يقع في فخ هذه المواجهات، ولا يعرفون أن بالنسبة لترامب الأمر محسوب. كلما هجمت هؤلاء الأقليات كلما ازددت شعبيا لدى المحافظين الجمهوريين الذين هم النواة الصلبة لمصوتي الحزب الجمهوري. نعم، ندخل إلى العنوان الأخير، طبعا عنوان رياضي سوبر أبطال، والحديث هنا عن جاكوفيتش الذي فاز بالأمس ببطولة التنس ويمبلدون. بينما المشاهدين خاصة في منطقة
منطقة الشرق الأوسط كانوا منشغلين بمباراتي النصف نهائي في بطولة أفريقيا للأمم، كانت ربما إحدى أهم الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة، أطول نهائي جراند سلام في ويمبلدون، والذي ربما تعتبر البطولة الأكبر في عالم التنس الأرضي، بين الملقب الأول جوكوفيتش الصربي وبين السويسري روجيه فيدرر، في خمس جولات قاسية، وفي جولة خامسة استمرت إلى ما لا نهاية. يعني لا ندري كيف فيزيولوجيا وجسديا تحملا اللاعبان اللذان أشادا كما قال. ما لفت انتباهي علي في هذه المباراة ما بعد الفوز، عندما يتم يعني التحدث لأيضا الجمهور، ما قاله جوكوفيتش لفيدرر وما قاله فيدرر البالغ من عمر 38 عاما. ربما جوكوفيتش. هذه كانت الفرصة الأخيرة لفيدرر، ولكنها كانت مباراة رائعة، قمة في الرياضة. أدهم علي واكد الإعلامي وأيضا مختص في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل لقائكم في عدد آخر. إلى اللقاء.